حضرت امرأة، حضر مريض، حضر مسافر، حضر صبي ها تصح منهم وتجزئ من يجب عليه منهم فرض الظهر تجزئ عن الظهر ليه؟ لأن امتناع الوجوب في حقهم إنما كان للعذر وقد زال بحضورهم إلا المجنون قالوا لا تصح منه لأنه لا عقل له ومن لا عقل له لا نية له بخلاف الصبي المميز فإن له نية